السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز علي بيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني دون تيت نوفيل فيديو. الوغ لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا فيها على واحد لا كيسيون اللي كتطرح ليا بامال دو فوا، كو سوسوا في لي كومونتير كو سوسوا في الانستغرام، واللي هي شنو هما الدروس اولا في اللايف اللي ديجا خدمنا ولا اللي حطيت لكم ديرنييرمون، شنو هي الدروس اللغويه اللي كتحط لنا سيغمون في الامتحان الجهوي واللي دائما كتكون كل عام يعني لا مفر منها، واللي سيغمون غتكون حنا حتى في هذا العام هذا ديال 2021. الوغ بالنسبه لي كور دو لونغ كيف ما كنعرفوا كاينين بزاف ديال لي كور دو لونغ بالنسبه الاولى بكالوريا، ولكن كاينين بعض الدروس اللي ما كيتحطوش ولا كيكونوا كيمحيوهم اولا كيكونوا غالبا ما كيتحطوش، المهم باش الا صح التعبير غالبا ما كيكونوش. وكاينين بعض الدروس اللي سيغمون تيكونوا يعني 100% تيكونوا هذوك الدروس، ما يمكنش لهم يحيدوهم ليكم على حساب اي جهه. عندي فقط واحد جوج كلمات غنقولهم لبعض الناس، ماشي كلشي، انا عارفه باللي اغلبيه ديالكم على راسي وعينيا من الفوق، بعض منكم او بعض التلاميذ او بعض المتطفلين او ما نعرف شنو هي الفونكسيوناليتي ديالهم كيدخلوا عندي لاشين وكيبقاو يحطوا دي كومونتير اللي ما عرفتش منين جايبينهم، وغادي تكونوا حتى نتوما لاحظتوهم. وغالبا كيكونوا بنات، هذا هو اللي كيضر في الخاطر، هو انه كيكونوا بنات، يعني ما عرفتش واش دائما يعني واش كاع الناس كيوقع لهم بحال ما هكا، واش دائما تيكون الجنس اللي كيكون بحالك يعني المطابق لك هو اللي كيكون ما عندوش معاك ولا ما نعرف. المهم مع العلم انه كاين بنات كيحمقوا، كنحمق عليهم بزاف من هذا المنبر، كنسلم عليهم كاملين، ما نقدرش نقول السميات ديالهم، كيخليو لي دا كومونتير لي زوينين اللي كيفرحوني. كنفيق بارفوا في الصباح كنقرا ان كومونتير كيخليني عامره بالانرجي وكندوز لا جورني ديالي زوينه. المهم ما نعطيهمش بزاف ديال الوقت، كيبقاو يكومونطيو كيبقاو يحطوا يبقاو ردي ليا البال في الخطا اللي خصني نقول في لا فيديو، مثلا شي غلطت شي كلمه اولا ما غلطت كاع ويردوني غلطه اولا جبت شي معلومه من شي بلاصه اللي تكون متكرره، كيبقاو يكومونطيو اولا كيقول لك المحتوى ديالك حامض وتافه وهادشي ملينا منه، وكاينه فلانه وبنت فلان، وكاينه فرتلانه كدير احسن منك. الا كانت فلانه كدير احسن مني حبيبه ديالي سيري تفرجي فيها، سيري عندها، سي با لا بين انك تضيعي الوقت ديالك معايا وتابوناي عندي. انا اللي كنفهم واللي كنعرف انه واحد الانسان ما عنديش معاه ما كيعجبنيش، كيجيني حامض، ما كاينش علاش نضيع معاه وقتي، حيت هذاك الوقت ديالي وهذاك الوقت خاصني نستثمر في حوايج اخرى اللي غادي يعودوا عليا بالنفع. انا هكا كنتعامل، يعني اليوتيوب سي اون بلاتفورم اللي عامره بلي شان، كاين الزوين وكاين الخايب، كاين اللي كيعجب وكاين اللي ما كيعجبش، وكل واحد والذوق ديالو، يعني سي با لا بين تفرجي فيا ما كنتيش الا ما كنتش كنعجبك. ثاني حاجه الا كنت انا كنغلط، انا ما غاديش نقول لك انا جو سوي ما نعرف باراك اوباما ولا ساركوزي ولا ما نعرف شكون هو، وهادوك النيت رؤساء وملوك وقياد وما يخليهم يكونوا دكاتره ودي بروفيسور كبارين وكيغلطوا واسك انا. ثاني حاجه واللي هي الاهم من هادشي كله، انا جامي دي كو جو سوي ان بروف، ما عمري ما قلت لكم انا استاذه او لا انا ماتريس او لا انا كنقري في واحد المدرسه او لا او لا او لا. ديجا حطيت لكم واحد لا فيديو وتكلمت لكم فيها على التجربه ديالي وقلت لكم انه انا ماشي استاذه، وكنت حطيت واحد لا كيسيون ديال كيو سي ام وقلت لكم حطوا لي لا كيسيون ديالكم كاملين بغيتوني نجاوبكم عليهم كو سوسوا بيرسونيل او لا على حسب القرايه، وكانوا الاسئله متنوعه وجاوبت عليهم كاملين. ومن بين هذه الاسئله واش انت استاذه ولا كنتي اش من ثانويه كتقري ولا بعدين ما ريبونس ديالي كانت كالتالي، وهي انني ماشي استاذه، كنت فواحد لا بيريود وماشي استاذه في التعليم العمومي، ولكن كنت في بريفي قريت واحد المده وخرجت بحالي وما كنتش كنقري الليسي، ولا كنت باغا نقري نقدر نقري من دابا، يعني ما عنديش الاشكال. هادشي حاجه اخرى لي بيرسونيل وما محتاجاش انني نعرضها ولا نقولها، او لو حتى الا كنت باغا نعاودها شي مره نقدر نقولها بخاطري، يعني ماشي نجي ونبرر لكم. هاد لا فيديو هادي فقط او هاد البارتي منها فقط للناس، هذوك الناس اللي كيبقاو يهضروا واللي يبقاو يكومونتي، ولا انت مازال ما كتعرفيش تهضري بالفرنسي او لا ما كتعرفي تنطقي لاختيك وما كتعرفيش تقولي لا ولا لو ولا اون ولا ان. انا حبيبه ديالي عندي اون ليسونس في لي زيتود فرونسيز،
يعني انا من مور التجربه ديالي في الباك ولا من مور ما انني قريت هذا الشيء اللي كتقراوه نتوما بيان سور بقى لي في البال ديالي، ومن مورا هزت الدراسات العليا وقريت 4 سنين في لافاك، 4 سنين تخصص ديال الماده الفرنسيه ماشي تخصص اخر، يعني بلوز او موان ولا او موان غادي يكون فايتك في لو نيفو. ثاني حاجه ان بو دو ريسبي، شويه الاحترام. انا عمري ما زدت ما عمري ما ما ما, ما قلت على راسي دخلت في كومونتير ولا بان فو كونت وجاوبت الناس ولا حطيت لهم ولا سبيتهم ولا تنمرت عليهم، هادشي ما كيضرنيش في خاطري صراحه، غير هو فقط باش انني نوقف كل واحد عند الحد ديالو، واللي ما كنعجبوش كنقول له كنعاودها، سي با لا بين انه يتبعني او اللي يبقى تبعني او اللي يدخل كومونت ليا، ولا ما كنعجبوش كاين لك واحد اخر تتفرج عنده، حتى واحد ما يحبسك. جيسبر نكون قلت كاع الهضره اللي عندي، وشكرا على الناس اللي كيكومونتيو مع هادوك الناس الخايبين وكيبقاو يعطيوهم على كيقلبوا، شكرا الناس اللي كيهزوا ليا المعنويات وكيجاوبوا وكيخليوا لي دو كومونتير زوينين، واخا ما كنديرش معاهم شي حوايج لي اكسترا اوردينير، مي كندير هذاك الشيء اللي عرفني به سيدي ربي. وإلا كنت باغا ندير شي حاجه، الا كنت زعما ما كنتش عاجباك اولا، راه المحتوى ديال اليوتيوب، راه اليوتيوب عامر محتويات، وفيا ما نمشي ندير حوايج اخرين خايبين، ولكن هذاك الشيء الخايب خليته لمالي، انا كندير المحتوى اللي كيعجبني واللي اللي انا حاسه فيه براحه، واللي نقدر نديرو انا معتزه، واللي يقدروا يفتخروا بيا والديا ولا الزوجه ديالي ولا اي واحد من عائلتي يشوفني ويفتخر بيا في خضم او في وسط هذوك المحتويات الخايبين كاملين اللي ولا كنشوفو روتينيه الروتينات اليوميه وداك التخربيق. انا كندير محتوى تعليمي اللي نقدر نفيد به الناس ونرجع به الرحمه على والديا والرحمه عليا حتى انا، واخا ما نكونش كنربح الفلوس. فقط واحد المعلومه، لحد الان انا تقريبا طالعه في 3 سنين ومازال ما عمري ما تخلصت من يوتيوب، حيت في الاول كنت كنخربق في المحتوى ما كنتش عارفه شنو ندير، ومن بعد جاتني الفكره انه ندير داكشي اللي كنعرف ليه واللي كنعرف ليه واخا غير شويه، والحمد لله جي غيوسي انني ننفع الناس. والدليل على هذا الشيء هو العام اللي فات فاش بديت المحتوى، انا يلاه بديتو غير عام هذا غير مع كورونا، والدراري والتلامد والبنات اللي تبعوا معايا كلهم دوزوا الامتحانات الجهويه ديالهم ونجحوا الحمد لله بديمونسيون، وكل شيء جاب 18 19 في ماده الفرنسيه، وهذا الشيء كان فخر كبير ليا. بركه غير هذيك شويه اللي كنعلم الناس، ولا كنت كنغلط راه ماشي مشكل، كاع الناس كيغلطوا، واش سي با ان بروفيت. نسدوا القوس ونرجعوا لموضوعنا المهم والاهم، واللي هو الدروس اللي كتحطوا لينا الامتحان ديالي. المهم غير باش خصني ضروري نجاوب صافي، ما يمكنش ليا ما نجاوبش شي واحد، كيبقى فيا الحال خصني نجاوب، والانسان هو اللي يقدر يواجه. باش تخبى من مور التليفون ولا من مور باسي وتبدا تكتب اللي بغيتي، راه بيان سور ماشي رجوله وماشي انوثه وماشي مروءه. الو بالنسبه لا فيديو اللي بغيت ندير اليوم، والعمل الاهم في هذا الشيء كامل هو الدروس اللي كيتحطوا لنا في الامتحان الجهوي واللي ولا بد منهم كيكونوا دائما، واللي خاصنا ضروري نرجعوهم ونحفظوهم. اول حاجه كتكون عندنا هو لي نيفو دو لانغ. لي نيفو دو لانغ ضروري تحط لكم ان كيستيون فيها شنو هو لو نيفو دو لانغ ديال واحد لا فراز تال كلمه، مثلا واحد الفراز كتكتبوها لكم قالك شنو هو لو نيفو دو لانغ ديالها، شنو هو لو نيفو دو لانغ جينيرالمون. هو دوك لي نيفو اللي كيكونوا عندنا ثلاثه، لو نيفو سوتوني فاميلي اي كورون، وهادشي ان شاء الله الا ما كنتوش فاهمينه خليوها ليا في لي كومونتير، اكتبوا ليا غير نيفو دو لانغ باش انا نخدم معكم لو كور ديال نيفو دو لانغ، راه ساهل ما كاين ما سهل منه. ثاني درس واللي هو لا فوكاليزاسيون، الفوكاليزاسيون حتى هي تقدر تكون، انا بديت لكم بالامور اللي ماشي سيغمون كتكون، مي ماشي غار ولكن غالبا كتكون. ثالث درس واللي هو سيغ هذا 100% هو لي فيغور دو ستيل. لي فيغور دو ستيل ما عندكمش عليهم الهروب، ضروري كيكونوا، ولا كنتو حتى هما بغيتوني ندير لكم اي فيديو عليهم ونشرحو لكم، خليو ليا في لي كومونتير لي فيغور دو ستيل وانا نخدمهم معكم. الدرس الاخر واللي هو لا برونوميناليزاسيون، الاغلبيه ديالكم ما كيعرفش شنو هي لا برونوميناليزاسيون. لا برونوميناليزاسيون هي c'est quand on remplace un groupe de mots par un pronom personnel li kon kif ma baykon. مثلا انا عندي لكم هنا واحد ليكزامبل، ديجا عندي واحد الامتحان الجهوي ديال العام اللي فات ديال جهه مراكش، وهذا عطيناهم واحد لا كيسيون بالنسبه لانتيغون، ديك الساعه كان اختياري وهذا العام مازال ما عرفناش. المهم عطيناهم اون كيسيون قالوا ليهم ا كي رونفوا لي دو برونون بيرسونيل سوليني دون لو تيكست، عطيناهم ان تيكست اللي هو هذا ديال انتيغون
وعاطينهم فيه واحد لي دو واحد دو مو مسطرين عليهم بستر غليظ، وقايلين ليهم هادوك لي دو برونون بيرسونيل اللي مسطر لكم عليهم في النص لما كيرجعوا ا كي رونفوا لي دو برونون بيرسونيل سوليني دون لو تيكست دون لو تيكست. الوغ لو بروميير لو بروميير مو اللي هو لا واش كيبان لكم ها هو لا هنايا لو ديسكور ديال كريون كريون قال il dire ils diront que ce n'est pas vrai que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils je ne peux pas alors هنا دايرين لا مسطرين عليها وقال لك هذيك لا لما كتعود بيان سور هاد لا كتعود الانتيغون حيت لا كتعود دائما برونو الفيمينان باردون ماشي الماسكولان بحال مثلا فاش كنقولوا لو لو كتعود الفيمينان الماسكولان ولا كتعود الفيمينان هنايا كنرجعوا دائما للتكست كنعرفوا يعني كنخدموا فقط شويه ديال الذكاء ديالنا كنشوفوا لو التكست عندنا شكون هو الفيمينان الوحيد اللي فيه اولا شحال من فيمينان عندنا لقينا غير واحد كان بيان سور كنعرفوا انها كتعود عليه لقينا زوج مثلا لقينا انتيغون اي اسمان ولا انتيغون اي لا نوريس كنرجعوا كنتحققوا من هذيك الجمله على من كترجعوا بيان سور هنا ملي كنبغيو نقولوا ملي كيقول اي لا لي اتر لا فام دو مون فيس غادي تكون الزوجه ديال ولدي بيان ايفيدامون سيغمون كتكون انتيغون هي اللي كتكون اللي غادي تكون الزوجه ديال ولدو ايمو الوغ انا عاوتاني عاطينهم ال اللي هي هادي ها هي ال برونو بيرسونيل ال ديال فيمينا ماشي ديال ماسكولا حتى هي اوتوماتيكمون كتعود على انتيغون حيت عندنا ال او ال ال او ماشي ال افيك اي ال عندنا ال افيك او ال وبيان سور غادي حتى هي كتعود على فيمينا كنراجعوا القسم التكست ديالنا كنشوفوا شكون المؤنث اللي عندنا في النص كنلقاو ان كاينه غير انتيغون بوحدها اوتوماتيكمون كنكتبوا قدامها ال الاولى il renvoie انتيغون و ال ولا حتى هي il renvoie à انتيغون sans justification sans rien du tout يعني كيعطيكم اون كيستيون كيقول لكم غير اكي رونفوا لي دو برونون بيرسونيل وانتم كتراجعوا غير النص باش تعرفوا لي برونون بيرسونيل اللي عندكم في هذاك النص لما كيعودوا يقدر يكون حوايج اخرين من غير هذيك من غير ال ولا شي حاجه اخرى المهم نتوما ردوا البال فقط مع لو تيكست ديالكم بالنسبه كي قلت لكم الدروس اللي عندكم قلنا لي نيفو دو لونغ قلنا لي فيغور دو ستيل لا فوكاليزاسيون كيكون عندنا اوسي لي شون ليكسيكو تاهما سيغمون سيغ سارتان عندكم لي شون ليكسيكو اي لي فيغور دو ستيل هادو مليون في المية تيكونوا عندكم في الامتحان الجهوي انا هنا عندي ثلاثه الامتحانات الجهويه كان ديك الساعه اختياريه كيعطيو انتيغون لو ديرني جور اي لا بواط ميرفيل وهما كيختاروا اللي بغا وعندي هنا بثلاثه بهم وكلهم راجعتهم كلهم لقيت فيهم سؤال على الفيكور دو ستيل وسؤال على لي شون ليكسيكو ما كاينش هاد جوج دروس هادو بعدا كيكونوا سيغ سارتان حتى هما الا ما كان عندكم فيهم شي اشكال بالنسبه لي شون ليكسيكو خليوها لي في لي كومونتير ونحطها لكم وكذلك الدرس ديال لي توناليتي لي توناليتي وبيان لي روجيستر لي تاغ حتى هو راه ديجا كنت حاطاه في لا شين داك العام الا بغيتوني نعاودو معكم حتى هو على روح بي بس عام كاين عندي حتى شي مشكل انا اللي نخدم معكم بالنسبه للدروس هادو هما الدروس اللي مهمين كاين كذلك لي في لي ديسكور بيان لو ديسكور ديريكت اي انديريكت حتى هما كيكونوا عندكم في كدوزوهم ولا كتقراوهم في القسم ولكن ماشي كلشي كتحطوا ليه صراحه كيكون شويه ما بين وبين قدر يتحط وتقدر ما يتحطش المهم الا كنتو سالفين وما عارفين شنو تراجعوا ولا شنو الحاجه اللي تسبقوا على شنو سبقوا هادو اللي قلت لكم لي فيغور دو ستيل لي توناليتي لي روجيستر ليتيرير لي نيفو دو لانغ لي شون ليكسيكو اي لا برونو باردون لا برونوميناليزاسيون هادو كابلو سيغمون اي سيرتينمون اي 100% كيكونوا في لا في ليكزامان ريجيونال هادشي اللي كاين بالنسبه لا فيديو ديال اليوم جيسبر تعجبكم جيسبر تنال اعجابكم سمحوا لي على الكلام اللي قلت لكم ولا قلقتكم ماشي لكم كاملين لواحد الفئه بما انها هي غادي تقلقني علاش انا ما نقلقهاش انا الاولى انا هذا الكاميرا فقط على بعض الناس اللي كيزعجوني مره ولكن السينيال ولا البلوك غيكون احسن رد عليهم وكذلك هاد لا فيديو هادي هادشي اللي كان بالنسبه لهاد لا فيديو ديال اليوم تهلاو في راسكم وتابونو بيان سور لكن نتوما مازالين جداد وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد تهلاو في راسكم حتى لاون اوتر فيديو ان شاء الله. سلام.